في الفيديو السابق تعلمنا أو تحدثنا عن القوى المؤثرة على شحنة معينة متحركة من المجال المغناطيسي، وهي كمية متجهة وتساوي الشحنة المتحركة ضرب اتجاه السرعة ضرب المجال المغناطيسي. واستخدمنا هنا لنريك الوحدات، إذا استخدمنا هذا لنريك الوحدات، لنريك وحدات للمجال المغناطيسي. هذه ليست بيتا، هذه بي، ووحدة المجال المغناطيسي هي تسلا ويعبر عنها بي تي، وهذه تساوي لنيوتن في ثانية على كولوم في متر. لنرى إذا ممكن تطبيق، إذا كان ممكن تطبيق هذا في مسألة. لنفرض أن لدينا مجال مغناطيسي واتجاهه هو يخرج من الشاشة. سأقوم بهذا، أتمنى أن الأرقام تكون مناسبة، وهي مستوحاة من مسألة قرأتها في كتاب حساب التفاضل والتكامل. إذا أردت الرسم عدد من المتجهات وهي تخرج من الشاشة، سأستخدم مقدمة السهم للتعبير عنها. سأرسم باللون الأرجواني. لنفرض لدينا حقل متجهي أو متجهات، يمكن تخيل عدد من الأسهم تخرج من الشاشة. سأرسم عدد منهم حتى تشعر أنه مجال أو حقل. إنها تخترق الفراغ. إذن هذه عدد من الأسهم تخرج للخارج، والمجال أيضا يخرج للخارج، ومقدار أو كمية المجال هو نصف تسلا، نصف تسلا. ولنفرض لدينا بعض البروتونات تتحرك في هذا المجال وتمشي مسرعة في سرعة مقدارها، في سرعة مقدارها. إذن سرعة البروتون تساوي 6 ضرب 10 قوة 7 متر لكل ثانية، وهذا عمليا هو 1/5، واحد على خمسة سرعة الضوء. لذلك نحن عمليا في النسبية، ولكن نحن لا نخوض كثيرا في النسبية لأن ذلك يزيد من كتلة البروتون وهكذا. فقط نفترض أن الكتلة تزداد بشكل ملحوظ عند هذه النقطة. إذن لديك بروتون يسير بسرعة مقدارها خمس سرعة الضوء، وهي تتخلل هذا المجال المغناطيسي. أول سؤال هو ما هي الكمية، ما هي الكمية والاتجاه للقوة على البروتون في هذا المجال المغناطيسي؟ لنجد الكمية أولا. كيف نجد الكمية أو المقدار؟ حسنا، أولا ما هي شحنة البروتون؟ ما هي شحنة البروتون؟ حسنا، لدي الآلة الحاسبة، يمكن عملها برسوم بيانية وآلة حاسبة، ستكون محظوظ بهذا. لنكتب هذا الآن كمتغير. إذن مقدار القوة على الجسيم، مقدار القوة على الجسيم ستساوي شحنة البروتون، سأسميها كيو بي، نسبة إلى البروتون، ضرب مقدار السرعة، ضرب مقدار السرعة وهي 6، وهي 6 ضرب 10 للقوة 7 متر لكل ثانية. نستخدم كل الوحدات الصحيحة، إذا كان هذا بالإنش نحوله إلى متر. حسنا، 6 ضرب 10 قوة 7 ضرب مقدار المجال المغناطيسي
ضرب نصف تسلا، نصف تسلا سأكتبها هنا، ضرب الجيب، ضرب جيب الزاوية بينهما. حسنا سأكتبها جيب الزاوية بينهما. لأسأل سؤالي، إذا كان المجال المغناطيسي خارج باتجاه الشاشة ويجب أن تتخيل وسط ثلاثي الأبعاد الآن، وهذا الجسيم، وهذا الجسيم يتحرك داخل مستوى المجال، ما هي الزاوية بينهما؟ إذا تخيلته ثلاثي الأبعاد يبدو أنهما سيتعامدان على بعضهما، هما متعامدان على بعضهما البعض، لأن هذه المتجهات تخرج من الشاشة وهم متعامدات على مستوى الشاشة، بينما هذا البروتون يسير داخل المستوى. إذا الزاوية بينهما إذا حاولت تصورها بثلاثي الأبعاد هي 90 درجة، أو هما متعامدان مثاليين. وعندما يكونان متعامدان مثاليين، ما هو جيب 90 أو جيب باي على 2؟ في كلا الحالتين إذا فضلت الراديان، حسنا هذا يساوي 1. أتمنى أنك تدرك الضرب الاتجاهي. إننا نضرب فقط المتجهات المتعامدة على بعضها. لهذا لدينا جيب الزاوية هنا، كل المتجهات المتعامدة على بعضها. إذا فقط نضرب كميات المتجهات، أو إذا كنت قد نسيت حتى أن تفعل ذلك، هما متعامدان، وجيب 90 هو 1. إذا هذا هو 1. إذا مقدار القوة، هذا سهل، سهل أن نحسبه إذا عرفنا شحنة البروتون، لنرى إذا كنا نعرف شحنة البروتون. سأحضر آلتي الحاسبة. لأمسح هذا لنرى الآلة الحاسبة. إذا ضغطت على الثواني ومن ثم رقم 4، هناك ثابت في أعلاه، نحصل على اقتران الثابت أو القيم، أو إذا لنكبس على F1، وهناك العديد من أرقام الأفوكادرو والكثير من الأشياء المثيرة الأخرى في هذه الآلة الحاسبة. هذه شحنة الإلكترون وهي نفسها شحنة البروتون. إذا لنستخدم هذا. تذكر الإلكترون والبروتون لهما عكس الشحنات، واحدة سالبة وواحدة موجبة، لكن البروتون ضخم أكثر، هذا هو الفارق. وأيضا البروتون موجب. إذا نتأكد من شحنة الإلكترون، هذا أيضا شحنة البروتون، أو هذه قيم موجبة، هي بالضبط شحنة البروتون، يجب وضع إشارة سالب هنا، لكن ما يهمنا هو القيمة. إذا لنستخدم هذا مرة أخرى، شحنة الإلكترون وهي موجبة، إذا هي نفس شحنة البروتون ضرب 6، ضرب 10 للقوة 7، 6 ضرب 10 للقوة 7، ضرب نصف تسلا، ضرب نصف تسلا. تأكد أن كل الشحنات هي في تسلا، ضرب متر، وكولوم، والنتيجة ستكون بالنيوتن. نحصل على 4.8 × 10 تقريبا، ضرب 10 للقوة سالب 12 نيوتن. لنكتب هذا هنا. إذا مقدار القوة يساوي 4.8 × 10، مقدار القوة يساوي 4.8 × 10 ضرب 10 للقوة
سالب 12 نيوتن. إذن هذا هو المقدار. الآن ما هو الاتجاه؟ ما هو اتجاه هذه القوة؟ حسناً، هنا نضع الأقلام ونستخدم قاعدة اليد اليمنى لإيجاد الاتجاه. حسناً، ماذا يجب أن نفعل؟ سنأخذ شيء، ضرب شيء. أول شيء في الضرب الاتجاهي هو إصبع السبابة في اليد اليمنى. الشيء الآخر هو الإصبع الأوسط، يشير إلى الزاوية الصحيحة مع إصبع السبابة. لنرى إذا يمكن فعل هذا. إذن إصبع السبابة سوف يشير إلى اليمين، والإصبع الأوسط سيشير إلى الأعلى. لنرى إذا كان ذلك ممكن القيام به. إذن اليد اليمنى ستبدو هكذا، ستبدو هكذا، واليد لونها بني. حسنا، اليد اليمنى ستبدو بهذا الشكل. إصبع السبابة يشير إلى متجه السرعة، بينما الإصبع الأوسط سيشير إلى اتجاه المجال المغناطيسي. إصبع سبابة سيشير باتجاه مستقيم للأعلى. سأرسم طرفه، والأصابع الأخرى ستكون هكذا. الآن الإبهام ماذا سيكون؟ وهذا هو إبهامي، وهكذا. إذن الإبهام سيشير للأسفل هكذا. هذا في العادة أصعب جزء، فقط تأكد أن تصورك ليدك صحيحة مع الضرب الاتجاهي. فقط للمراجعة، هذا اتجاه V، هذا اتجاه V، وهذا اتجاه المجال المغناطيسي خارج من الصفحة. وإذا رتبت يدي بهذا الشكل سيكون الإبهام يشير للأسفل. إذن هذا هو اتجاه القوة، هذا هو اتجاه القوة. إذن كلما تحرك هذا الجسيم بهذه السرعة، سيكون هناك قوة باتجاه الأسفل، باتجاه الأسفل من هذا المستوى. إذن القوة ستتحرك في هذا الاتجاه. ما الذي سيحدث؟ حسنا، ماذا يحدث؟ إذا كنت تتذكر القليل عن حركة الدائرية وتسارع الجاذبية، ماذا يحدث عندما تكون القوة عمودية على السرعة؟ حسنا، فكر بهذا. لدينا القوة هكذا والسرعة بهذا الشكل، والجسيمات قد تحيد قليلا إلى اليمين بما أن القوة دائما تكون عمودية على متجه السرعة. القوة ستدفع الشحنة إلى هذا الاتجاه. إذن الجسيمات عمليا ستسير بشكل دائري طالما هي في المجال المغناطيسي، والقوة المؤثرة على الجسيم من المجال المغناطيسي ستكون عمودية على سرعة الجسيم، وبالتالي سرعة الجسيمات بحيث تكون هي حقا مثل قوة الجاذبية للجسيمات. إذن الجسيمات ستسير في شكل دائري، وفي الفيديو التالي سنعرف ما هو قطر هذه الدائرة. شيء آخر أريدك أن تفكر به، أنه شيء غريب أو مرعب لي أن القوة على الجسيمات المتحركة لا تهتم، أو بغض النظر عن كتلة الجسيمات، فقط يهم سرعة الجسيمات والشحنة. لذا هي ظاهرة غريبة، حيث كلما تحركت أسرع في المجال المغناطيسي أو على
أو على الأقل إذا كانت الجسيمات مشحونة، كلما صارت أسرع في المجال المغناطيسي كلما كانت القوة من المجال المغناطيسي أكبر. كما تعلمون كيف للمجال المغناطيسي أن يعرف بأي سرعة يتحرك، ولكن على أي حال أترككم مع ذلك. في الفيديو التالي سنكتشف أكثر وأكثر عن هذه الظاهرة المغناطيسية بشكل أكبر. أراكم قريبا، إلى اللقاء.